والأمهات. دار المسنين أو العجزة هو المكان الوحيد الذي يلجأ إليه الكثير من المسنين بعد نكران فلذات أجبادهم لكل التضحيات التي قاموا بها في حياتهم من أجلهم. والسبب هو إما إرضاء للزوجة أو لشعورهم بأنهم أصبحوا عبئا ثقيلا عليهم، خاصة في حالة الأمراض المزمنة. الحجة بخيتة سيدة ألقت بها زوجة ابنها في إحدى المستشفيات دون السؤال عنها، مما جعل أبناء الخير ينقلونها إلى إحدى دور المسنين. مرات ابنها سابتها ومشيت وما لهاش مكان، وطبعا هي ما فيهاش اي حاله مرضيه ان هي تفضل في المستشفى، فبالتالي لازم تطلع من المستشفى. كل اللي كانت فاكراه ان هي اسمها بخيتة، ده اللي كانت فاكراه، وان هي ساكنه في شجر عالي وبيودي على طريق طويل، ده اللي كانت بتقوله. خدناها وهي قاعده معانا في الدار منورانا ومشرفانا، واحنا الحمد لله احنا بنقبل الحالات اللي زي كده واي حاله تانية اكتر من كده يعني. فاكره ان هي ودتني هناك وسبتني وقعدت مع الناس اللي هناك اللي في المستشفى قعدت 7 ايام، وبعدين الجماعة ضد خدوني، كان معهم اصحاب في المستشفى هناك، اصحابهم خدوني ودوني ليهم. هي مبسوطه مع الناس موجوده في الدار، بس طبعا حالتها النفسيه تعبانه وعلى طول بتعيط وعلى طول عايزه ابنها وبتدور على ابنها واحفادها، نفسها تشوف ابنها واحفادها. انا ربيتهم انا وعشت بيهم وعايزه اشوفهم، مش افارقهم كل شويه، مش عايزه افارقهم، لا مش عايزه افارقهم، ولا عايزه اشوفهم كل شويه. الست دي قاست، هل ده جزتها؟ هل جزت الست ديت ان في الاخر تترمي في الشارع؟ هي كانت تخرب علي علشان وكانت تضربني من كده. مرات ابنك كانت بتضربك؟ تضربك وانت؟ ايوه انا كنت تضربنا. وابنك لما كان بيعرف ان مراته ضربتك ما كنتش اقول له، مش عايز اقول له. وانت شايفين يا احمد؟ يا احمد انتوا شايفيني لي كم شهر وانا غايبه من عندكم، وانا عايزه اشوفكم كل شهر، اقول يا فاطمه يا اولاد يا احلام ودوني عند اولادي، وانا عايط ونقول ودوني. حصل النصيب ومش عارفه هم هدوني ليهم تاني، هم ودوني ليهم زعلانين. تقول ايه مرات ابنك اللي عملت فيك كده؟ هقول لها ايه، مش هنظن دعجلها ولا نقول لها اعمل لها حاجة. انا كنت نضرب والناس حصل كتير حاجات تحصل لي، ونلقاش لناكل ولا نشرب، وما كنتش نقول لها حاجة، كنت اصرف على نفسي، اروح للسوق واجيب حبة حاجات من السوق وبيعهم وبيع فيهم واصرف منهم، ما كنتش اخد حاجة من حد. مرات ابنك ديت يعني انت شايفه ان ابن عيالها يعملوا فيها كده زي ما عملت معاكي؟ وهي هيعملوا، بس انا هقول انا اخش عنها، شو رب يخش عني انا، هي هيعمل ربنا هيعملوا هم، بس ان انا ما عادش كمان تنضر هي على كده مش حامله الحفه فيها برضه. لم تتوقف الكارثة عند هذا الحد وعن عدم سؤال ابنها عنها، لكن وصل الأمر إلى مناشدة المسؤولين عن الدار لأهلها أو لأي شخص من أقاربها للتواصل مع الدار وإعطائهم بطاقتها الشخصية، خشية من وفاتها في وقت دون وجود إثبات شخصية لها. إحنا مش محتاجين حاجة من ابنها أكتر من البطاقة، لأن كل واحد معاه بطاقته، لا قدر الله لما بيحصل أي حالة وفاة بنيجي ندفنهم بنبقى نقدر نطلعهم، لكن احنا واخدين الحاجة بخيتة دلوقتي على مسؤوليتنا الخاصة. الحاجة بخيتة دي أمنا وقاعدة معانا، واحنا حبينها جدا وهي حبانا والحمد لله مرتاحة معانا. احنا كلنا بنحبك يا حاجة وانت حبيبتنا كلنا، بنحبكم العافية يا رب. انت أصلا خسارة في أي حد. أحمد أنا مستنياك أهو، أنا عايز أشوفك يا ابني، أنا من زمان استنيتك لما لقيتك سبتوني في المستشفى. انت شايفني يا محمد؟ شايفني يا بناته
والبلدي كلكم فين؟ فين قاعدين؟ شوف أنا في الفين دلوقتي مستنظراكم أهو، لو كنت الجو تعالوا.